والعرض مالته 50. والستيرن بالمحموديه هسه هو كل شقه الستيرن بيدك. الستيرن بيدي العبها صح. زين ابو ناظم، فرضا ارد احزمك، شلون احزمك يعني وانا وزعك؟ مبين اول ما نروح وين؟ للمحموديه نتغدى بالمطبخ. ايه وراه اشرب شاي وين؟ بالطالبيه نفطح. وراه تعب تقيلولي وين اخذها؟ بسبع البور. انت تنام بسبع البور؟ اي. وانا وين اولي؟ عواك تفوتني؟ عندي صديق بجرف النداف اشترى معمل مال مي وزاد من عنده نص متر. النص متر شو اسوي بيها؟ تنتظرني بيها. وين انتظرك؟ يا من الداف ولا من الجرف؟ انت انتظرني من الجرف، بس اذا بردت قول للنداف انطيني فد لحاف للصبح. عمو عمو دق لي الجرس مال بيتنا ما نوشه. اي عمو ذكرتني بطفولتي انا لما كنت ما لوح الجرس. فاي واحد يفوت اقول له عمو دق لي الجرس. يلا وليدي تعال حبيبي. ابني لا تروح تنسحق بابا. تعال طب بيتكم. شلون جهال ذولا شلون اطفال؟ يعني احنا من كنا صغار مو هيك لازم نفوت البيت. عيني تفضل. ايش رايد؟ شنو؟ شنو احكي؟ لا هو شو اسمه؟ شنو شو اسمه؟ ابنكم الله يسلمه عمره هو ابنكم؟ ابننا؟ ايه قال لي انا ما نوش الجرس باعتبار عمه كبير نوش الجرس في حين هو ما ينوش في حين انا نوش الجرس. قال لي دقه وشو انهزم اخاف ينسحق روح صيحه. ابنكم؟ ابننا بالله انت ما تستحي ما تخجل اصلا احنا جهال ما عندنا شنو تدق الجرس وتروح؟ يا محمود مو انا ادق الجرس انا لا منو دق الجرس؟ هو مو منكم؟ لا وينه؟ قلت لي اكو جاهل هنا وين الطنيان؟ يا اخي هو قال لي وعيونك قال لي عمو هذا بيتنا انتم ما تجوزون من هاي السوالف مو عيب مو خزي تدقون الجرس يعني هسه وين اودي الجرس؟ اصعد على السطح حتى اخلص من عندكم تالي شكو صاير شكو خير؟ تعال يا برا فهمني بالله صاير شنو يعني ايش يعني يصير الجرس وينهزم لقفته ها يا عيب تقول هذا روحي معود شنو يا انا احكي لي انا اشرح لك نعم انا فايت منه اي وصلت يم ذيك الحصوايه ذيك هسه يا ذيك اي لو تحكي كان شهدت لي اي واحد طفل عمره عقد يعني 10 سنين وينه؟ ها؟ راح انهزم قال لي عمو هذا بيتنا دق الجرس مال بيتنا اشو انا دقيت الجرس شو وهو انهزم وظليت انا بموقف كلش محرج فهمه؟ انا هسه يلا افتهمت فهمه؟ اقول لك انت ما تستحي ها شنو؟ اي والله مو عيب عليك رجال ايش قدك ايش كبرك تلعب بالجرس ها شنو السالفه؟ شلون تدق الجرس؟ انت اللي مزعجين مزعجين هاي سويناها من زمان شنو صغار كنا نلعب بالجرس يابا بيش احلف عيب عيب عمي عيب انت رجال كبير شنو قبل نلعب هاي يابا بيش احلف لك وعيونك انا وهو طفل كشمرني وقال لي دق الجرس باوع باوع شو مال يتواكح باوع تواكح خوي هسه انت ليش مطول خلق وياه؟ انا اول ما شفته قلت مسودن لان ماكو واحد بيش عمر يلعب بالجرس عمي انا لخاطرك هالمره راح اعوفه واسمع اذا لقفتك مره ثانيه اشبعك كتل يلا روح يلا وعيونك عمو بعد ما اسويها يلا يلا مشي قدامي وين؟ يلا مشي أريد أندل بيتكم لويش؟ على مود خاف يندق الجرس مالتنا وأطلع وما ألقى واحد أروح أندل بيتكم وأقول لأبوك أخليه يشبعك كتل يشبعني كتل أبويا صار 10 سنين من مات أكيد النتل بالجرس لا النتل بالمبردة شنو تعودكم وراثة تلعبون بالكهرباء؟ يلا مشي قدامي وعيوكم بعد ما سوينا مشي قدامي كبرك بعد يصير كبرك